جاثوم النوم هو حالة جداً مزعجة أغلبنا مر بها على الأقل مرة واحدة بحياته. جاثوم النوم هي الحالة اللي تصيب الشخص أثناء فترة نومه من يكون بين الاستيقاظ وبين فترة النوم. بحيث هذا الشخص يكون واعي ولكن يشعر بالعجز، بحيث ما يقدر يتكلم، ما يقدر يتحرك، يشعر بصعوبة بالتنفس، وأيضا تصاحب كل هاي الأمور أنواع من الهلوسة، كأن يكون يشوف شيء أو يسمع شيء ما موجود. الخوف والتوتر اللي صاحب هذه الحالة خلى بعض المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا يربط هاي الحالة بالأمور الدينية والأمور الأخرى مثل الشياطين والجن، ولكن بالحقيقة وبكل بساطة هذه الحالة لها فد تفسير علمي جداً بسيط. بكل بساطة الإنسان خلال مرحلة نومه يمر بعدة مراحل، منها الانتقال من مرحلة النوم الحالم إلى مرحلة النوم الغير حالم، ومن ثم الاستيقاظ والوعي. خلافاً للطبيعي بهذه الحالة راح يكون العقل مستيقظ وواعي، ولكن الجسم بعده بمرحلة النوم الحالم، بعده بمرحلة الارتخاء العضلي الكامل، وهذا اللي يسبب صعوبة بالتكلم، بالحركة، وأحياناً أيضاً صعوبة بالتنفس. هسا نجي على الأسباب الأساسية اللي ممكن ترتبط بالسليب باراليسز وتسببه، مثل الاضطرابات النفسية، التوتر، عدم القدرة على النوم كفاية، أخذ بعض الأدوية والعقاقير، أو بكل بساطة حالات وراثية. إذن عرفنا أن الحالة لها تفسير علمي بحت وما لها أي ربط بمواضيع الدينية ومواضيع الإيمان والشياطين والجن وغيرها.